فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: أصلي الفجر في المسجد الذي بجوار بيتي، ثم أذهب إلى مسجد آخر فيه درس إلى طلوع الشمس، ثم أصلي ركعتين، فهل أدخل في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى الفجر في جماعة ثم جلس يذكر الله إلى طلوع الشمس فله أجر حجة وعمرة تامة تامة؟ أنت ذهبت لطلب العلم، هذا أفضل من الجلوس للذكر في المسجد، هذا أفضل، ذهابك لطلب العلم أفضل من جلوسك في المسجد بعد الصلاة تذكر الله إلى ارتفاع الشمس. طلب العلم فضله عظيم. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.